عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 بدبي. وركز الرئيس السيسي خلال القمة على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على مدار العام الماضي انطلاقا من مؤتمر شرم الشيخ، وتضمن برنامج الرئيس عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. على مدار يومين شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28. وتأتي مشاركة السيد الرئيس بقمة المناخ تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. على هامش المؤتمر تضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى دبي عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، كذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما شارك السيد الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دبي عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.